السلام عليكم. ان شاء الله نكمل في الفيديو ده. احنا قلنا اروجن، احنا قلنا المره اللي فاتت دايليجن وازاي بنعملها، واتكلمنا شويه عن الاوبننج كلوزنج وبس. تعالى نشوف هنعمل ازاي الاروجن. بسيطه خالص زي ما عملنا الدايليشن. بس دلوقتي احنا قلنا في الدايليشن ان احنا بنهتم بزيرو، بنهتم بالزيرو. لكن عندنا في الاروجن هتهتم بالواحد، ان انت في الاروجن بتجيب المينيموم بتاعك، لكن في الدايليشن انت كنت بتجيب الماكسيمم بتاعك. فبس تعال نشوف هنعمل ايه. والستراكشر ايلمنت بتاعنا قلنا ده 3 في 1، ممكن عادي يجيب لك اي ستراكشر ايلمنت غيره. ممكن اجيب لك اللي هو 3 في 3 من الستراكشر ايلمنت المشهورة برضو، اللي هو هيبقى والاوريجينال بتاعك هتاخده، اللي هو هيبقى ايه، هيبقى اللي في النص. لازم توقف الاوريجينال بتاعك على كل بيكسل، الاوريجينال بتاعك اللي هو في النص، اللي هو السنتر بتاع الماتريكس بتاعتك. بس تعال نشوف هنعمل ده ازاي. اول حاجة هنعمل زي ما احنا كنا بنعمل بالظبط، دي الاوريجينال بتاعتنا. هنوقفها على كل بيكسل، هنوقف الواحد هنا، واحد هنا، واحد من بره. ده هنعمل له اجنر، فواحد في زيرو زيرو وواحد في زيرو زيرو. احنا قلنا في الاوريجن مش بنهتم بالزيرو، بنهتم بالوحيد. ان احنا يوم ما بنغير هنغير الوحيد نخليها زيرو، فاحنا مش هنغير الزيرو نخليها اقل من هو خلاص، هو يعني هو زيرو، مش هتقدر تخليه اقل من زيرو، يعني مش هتنزل السالب. فاحنا بنهتم بالواحد في الاوريجن. فانت تقدر اول ما تشوف زيرو تقلب، اول ما تلاقي واحد ايه تفضل ايه تفضل يعني تحسب له. لكن الزيرو ممكن عشان تكسب يعني شويه وقت، الزيرو في الاوريجن تعديه تعمله سكيب. بس احنا هنكمل يعني. الواحد زيرو هنا هتحط واحد، واحد هنا وواحد هنا، هتلاقي زيرو 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 نفس الحكايه. نيجي هنا هو زيرو، فخلاص الواحد بقى هو ده اللي تحسب له. هتحط الاوريجينال بتاعك هنا على الواحد، وهيبقى في واحد من هنا عملناه، وادي واحد اهو. اول ما تلاقي في زيرو وانت بتاخد المينيمم، فاعرف خلاص ان ده هيتغير وهيبقى زيرو. ده غيرناه وبقي زيرو. نيجي هنا ادي الواحد هنا، هتحط ثانية، نمسح اللي عملناه ده، نبدأ من جديد. احنا دلوقتي احنا واقفين هنا، الواحد ده هتحط الاوريجينال بتاعك عليه، واللي هتكمل بال الستراكشر الاليمنت بتاعك هتحط واحد هنا، واحد واحد من هنا. هنا ده واحد مش زيرو، انت بتشتغل على الاوريجينال ماتريكس مش اللي عدلتها، فده يعتبر واحد مش زيرو. بس هنا في زيرو وانت بتاخد المينيمم، فده هيتغير وهيبقى زيرو. قلنا زيرو في الاوريجن هنعمل له سكيب، ان احنا مش هنغيره. نفس الحكايه هنا، نيجي هنا بقى للواحد، نروح نعمل ايه، نعمل الاستراكشر ايلمنت بتاعتنا. نحط واحد هنا، واحد هنا، واحد هنا. اول ما تلاقي ان في زيرو في عمليه الضرب، فاعرف ان انت ده هيتغير وهيبقى زيرو. فبس كده لو جيت لاحظت انت هتلاقي الماتريكس بتاعتنا بقت كلها ايه، كلها زيرو. ان احنا الوحدين اللي في النص دول شلناهم وحطينا مكانهم زيروين، فهتلاقي ايه ان الماتريكس بتاعتنا كلها بقت زيرو بسبب الاروجن. ويعني لو لاحظت هتلاقي يعني دي اختي خالد بيحب الحاجات، يجيب حاجات ايه اللي هي يعني غريبة شوية في الاوتبوت، فهي زي دي يعني. فخلي بالك لو طلع معاك الاوتبوت غريب زي كده، فما تقلقش يعني، انت طبقت وعملت خطوات، فخلاص يعني هتعمل ايه. بس دي كل الحكايه في حكايه الاروجن والدايليشن. واحنا قلنا في الاوبننج انا بطبق في الاول اروجن، بعد كده دايليشن، وفي الكلوزنج بطبق الاول دايليشن بعد كده اروجن. بس هي دي كل الحكايه يعني في المورفولوجيكال اوبريشن. ان شاء الله تكون فهمتها. لو في حاجه مش واضحه قول لي في كومنت او ابعت لي على الميل. بس علمنا الله بما ينفعنا ونفعنا بما تعلمنا وزادنا علما الا علمنا. والسلام عليكم ورحمه الله.